المدربين من واحنا صغيرين بيعودونا عليها، يعني حتى كابتن ناصر يعني كان دايما يعمل لنا اجتماعات، عمر ما حد فينا يسرق كوره، عمر ما حد فينا ما يتكلمش لما يشوف ان دي غلط عليه في الملعب، ما حدش يتعود ان هو ياخد حاجه مش حقه. يعني دي حاجه والله يعني مش عايز اقول مش مني، دي حاجه انا اتربيت عليها. هو دي غايات الرياضه يا احمد، ان تنتصر أكيد على طبعا. ضعفك وعلى نفسك وعلى رغبتك في الفوز وتوصل للمعاني الاعمق، ان شخصيتك تتربى صح. ده والله ده فعلا اللي اتربيت عليه جوه النادي الاهلي فعلا يعني. طب انت قول لي يا احمد، انا هسيبك طبعا مع الكابتن رؤوف يبارك لك ويشعر بالسعاده من سلوكك. ده الاب الروحي بتاعنا يا طب كابتن. اهو منك ليه اهو بقى، نطلع احنا منها. ازاي حضرتك؟ الف مبروك يا احمد. انا الحقيقه الكابتن ناصر لما جاء وبيبلغني يعني انا المفروض بفرح لما فريق بتكسب، يعني اول مره افرح الفرح الكبير ده جدا وعندي حد بيخسر، يعني ما خسرتش والله شرفت انا جدا. لا انا بفرح باولادنا وبطمن ان احنا تواصل الاجيال، يعني امثالك يا احمد باذن الله اللي هيتولوا بعد كده باذن الله بعد ما تبطل وتاخد السلك التدريبي او الاداري او حاجه، احنا زي ما بيقولوا برنامج ملك وكتابه ما تخافش على الاهلي. فانا كده في وجود امثالك بنطمن ان في اجيال قادمه والله باذن الله. ربنا عليك لا والله، وانت مش غريب زي ما المهندس عدلي شرح انك انت من احد العائلات العريقه داخل النادي الاهلي، وكلنا عارفين طبعا العيله بتاعتك وكده، فانت مش غريب متربي من وانت صغير، يعني اتولدت جوه النادي الاهلي في اخلاق النادي الاهلي. ليه طلب عندك يا كابتن رؤوف؟ تؤمرني يا كابتن؟ ارجو ان اكون مدعوا انا والاستاذ ابراهيم في حفل تكريم يقام خصيصا لاحمد هذا البطل لتحيه هذا النوع من السلوك والفهم الرياضي العميق. باذن الله يا كابتن عاشور. ارجع لابننا بقى عشان عايز اساله سؤال فني قوي. اتفضل يا احمد. انت سافرت وانت غير مرشح، يعني لم تكن من المصنفين. التمهيديه خالص. فانت كنت الحصان الاسود بتاع البطوله، غلبت بعض المصنفين، سمعت انك غلبت رقم 7 ورقم 3 وحاجات كده يعني. رقم 2 ورقم 2 رقم 6 على البطوله. فانت حققت في هذه البطوله طفره هائله بتدل انك انت هو جاء معاد النضج في هذه البطوله، لكن النضج الحقيقي هو كان في خلقك اللي رفضت انك تحرم واحد كان جديرا بالفوز وقريبا منه وتستغل اصابته. يا ابني الف مبروك ومبروك لينا ويا فرحه ابوك بيك. وقول له يعني عم عدلي يعني بيقول لك مش هنقدر عليه. عرفت تربي. الله يخليك. طب قول لي يا احمد كلنا ده والله مش انا ده يعني ده النادي الاهلي. احنا النادي الاهلي فعلا. احنا دي الحلقه عنوانها لانه الاهلي فهيبقى مختلف في كل حاجه. انا فخور وبتشرف ان انا بلعب في النادي الاهلي بيتي، وعمري في حياتي ما لعبت في اي حته غير النادي الاهلي، ولا يعني ولا اقدر فعلا حضرتك والله العظيم يا يعني فعلا انا النادي الاهلي بالنسبه لي يعني فعلا حياتي، يعني والله ما كلام ولا اي حاجه، بس فعلا والنادي الاهلي فرحان بيك قوي يا احمد. ده فرحان ده بيك والله. ده انا اللي بتشرف ان انا انتمي لمنظومه ومؤسسه كبيره زي النادي الاهلي. طب يعني قول لي رد الفعل في البطوله تجاه سلوكك ده كان ايه؟ التعليقات اللي انت شفتها في البطوله؟ والله انا للحظه حسيت ان انا كنت كابتن بيبو. يعني بسم الله ما شاء الله. شوف المعنى ما شاء الله. يعني لقيت نفسي جوه الملعب، الجمهور كله نازل بيتصور معايا، انا يعني حسيت ان بتوع نيجيريا. يعني انت كسبت كده. ادي الشعور. بصراحه كمان الحكم عمل موقف غريب جدا، قعد يتكلم في المايك قدام الناس، لان الملعب كان محطوط في حته كده زي ملعب باسكت. فكان الجمهور مليان على الاخر، ف يعني لا قعد يتكلم على السلوك وعلى اللي حصل وان ما فيش حد عمل كده وكذا وكذا، فحتى يعني هو كان مستغرب جدا، بس يعني والله دي ولا حاجه، ده يعني ده موقف طبيعي. انت عملته يعني بشكل تلقائي. طب زميل الحسابات يعني انا خفت عليه جدا والله. خفت عليه؟ خفت عليه. لان هو القانون بيقول ان هو ليه 3 دقائق، يعني 3 دقائق وثانيه الحكم ممكن يحسب لي انا الماتش. انا قلت له انا ممكن انسيبه 3 ايام، انا مش هلعب اصلا يعني. انا عايز هو يقوم. يعني انا فعلا والله يعني الموقف يعني ما فكرتش يعني ولا اعرف ان انا كنت. طب هو كان رد فعله ايه بقى من التصرف بتاعه؟
نعم رد هو بقى كريم الحماني إيه؟ رد فعله ايه؟ هو قال لي انا ما شفتش كده قبل كده والله يا احمد ومش عارف اقول لك ايه يعني. قال لي يعني طب العب وحاول. انا قال لي العب قلت له لا والله ما هدخل الملعب حتى. يعني قلت له والله انت تستحق كل التحيه يا احمد والله تستحق كل التحيه. بسقف لك واللي بيقولوا يعني ايه قيم وتقاليد اهو مش هنتكلم. واحد طلع اتربى صح في جنينه النادي الاهلي عرف يعني ايه رياضه، عرف يعني ايه يكسب بشرف ويخسر بشرف. اهو هو ده المعنى الترجمه الحقيقيه ولكل مجهود بنبذله هنا. مش عايزين بقى يعني انت راجع في الطريق مش كده يا احمد؟ نعم انا ما سمعتش. انا اسف. انت راجع في الطريق ولا لسه ما اتحركتوش؟ انا لسه. لا رجعت امبارح بالليل متاخر. رجعت بالليل. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. الله والف الف مبروك ليك والف مبروك للروح الرياضيه والف مبروك للنادي الاهلي. الله يخلي حضرتك. الله يبارك في حضرتك. شكرا. وهنغرم لك الكابتن رؤوف نشوف هيعمل لك الحفله امتى. انت شكرا ليك. كابتن رؤوف والله ده بجد يعني بابايا والله فعلا. انا حبيبي يا احمد. حبيبي يا احمد الف الف مبروك يا احمد واحنا كلنا فخورين بيك يا احمد. الله يخلي حضرتك يا كابتن رؤوف. تسلم يا حبيبي. الله يخليك. شكرا كابتن احمد حسني. كابتن رؤوف.